بالنسبة للواردات المائية الأخيرة لسد العظيم تبشر بخير، وتم خزن الواردات المائية في مقدمة سد العظيم، ويكون الإطلاق حسب توجيهات المركز الوطني للموارد المائية والمسؤول عن تنظيم الإطلاقات من مؤخرة سد العظيم لتأمين مياه الزراعة وشرب الاستعمالات الأخرى، ونأمل بزيادة الخزين المائي عن طريق السيول الواردة إليه. شهد مشروع سد العظيم خلال عام 2023 حقبة من الأعمال التي تصب بالدرجة الأساس في زيادة درجة السلامة والأمان لمشروع سد العظيم، والذي يعتبر هو صمام الأمان لورود موجات فيضانية وحالات طوارئ للمحافظات التي تكون واقعة في مؤخر سد العظيم. بالحقيقة من أهم هذه الأعمال خلال عام 2023 منها مثلا عمل محجر حديدي للطريق وسياج أمني، تأهيل الطريق المؤدي إلى السد الأثري، وتنظيف مرتفعات أنفاق نفق الطاقة والري، عمل قناطر على طريق المؤدي إلى السد الأثري، تأهيل بوابة تنظيمية التي تعتبر أساسية من في مشروع سد العظيم. ومن أهم هذه الأعمال بالحقيقة هو أعمال عقد 20 لسنة 21 سدود الخاص بتأهيل وصيانة الأعمال الميكانيكية والكهربائية لنفق الطاقة والري.